للمزيد حول أداء السوق السعودي وتحديدا قطاع الأدوية تنضم إلينا من بيروت زميلة ماري سالم لنتحدث بشكل مفصل عن أداء هذا القطاع والتوقعات فيه في هذه المرحلة. من صباح الخير نور ويعطيكم ألف عافية. يعني قطاع الأدوية مثل المؤشر العام بالفترة الأخيرة كان عم يشهد بعض التقلبات، ولكن إذا نطلع على أداء مؤشر تاسي خاصة من بداية هذا العام مع التقلبات القوية اللي كنا عم نشوفها، يعني عم نحكي عن نسبة تقريبا تتراوح بنطاق 10%، وهي نسبة عالية تعد بالنسبة لسوق مثل السوق السعودي اللي هو نحن اعتدنا أنه نشوف فيه بعض الاستقرار بالفترة الأخيرة. إذا بدنا نجي نحن نقيم كيف كان عم بيكون أداء السوق السعودي خاصة مع بداية الربع الثالث، يعني من أول جولاي لليوم، هنلاقي كل سلسلة ارتفاعات كانت عم بتصير كانت بحدود 9 أو 8 جلسات أو غيرها، كان عم بيلحقها دغري مباشرة سلسلة من عمليات جني الأرباح. يعني بالنسبة للمستثمرين عم بيكون في حدث تام بالتداولات تبعهم، ما عم بيكون بقى في عنا فترات متوسطة فيما يتعلق بالاستثمارات خاصة عند المستثمرين الأفراد. يعني بنطلع في عنا سلسلتين من جولاي لأغسطس كانت من الارتفاعات، وكانت ارتفاعات بنسب جيدة إجا دغري من بعدها عمليات جني الأرباح اللي استمرت لعدة جلسات. يعني اليوم متوقع أن ظل مستمرة هذه عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين، خاصة أنه في عوامل عم بتأثر على نفسية المستثمر بطريقة سلبية رغم البيانات المالية تبع الشركات اللي كانت صدرت، وصار في عنا تمركز للمستثمرين اللي هن طويلي أو متوسطي الأجل. هلا في شغله ملفته كانت مثل ما ذكر محمد من شوي باداء الاسواق السعوديه بالامس، وهي الارتفاعات اللي شفناها على قطاع الادويه. اسهم قطاع الادويه امبارح ارتفعت بحدود 2%، ولكن اذا بدنا نجي ناخذ من بدايه شهر 8 تقريبا هذا القطاع ارتفع بحدود 25%، وهذه ارتفاعات قياسيه. وانا كنت عم بقول انه في تقلبات وتذبذبات خلال هذا العام، هذه المستويات اللي نحن عم نشوفها على قطاع الأدوية من الأعلى، يعني أعلى مستويات كان وصلنا تقريبا بحدود شهر 2 من هذا العام قبل ما نرجع نشوف بعض الضغوط البيعية اللي صارت مثل ما كانت الحال مع كل الأسهم ضمن السوق. ليش هذه المرحلة نحن عم نشوف فيها هذه الارتفاعات؟ نحن في 3 أسهم مدرجين ضمن قطاع الأدوية بالسوق السعودية اللي هن جمجوم، شركة الأدوية، وأفالون يلي تم إدراجها خلال هذا العام. الارتفاعات اللي عم نشوفها من بداية الربع الثالث لهلأ هي جماعية على هذه الأسهم بنسب متفاوتة أكيد، ولكن بشكل عام عم بتكون الإيجابية مستدامة على هذه القطاع. إذا بنطلع على الأرباح تبع الربع الثاني اللي سجلتها هذه الأسهم كان في عليها نمو تقريبا بحدود 35%. يعني إذا بدنا نجي نربط الارتفاعات تبع هذه الأسهم مع البيانات المالية تمشي بالتوازن مع بعض، ولكن مع أداء السوق هي شوية مغيرة، وهو هذا الشيء اللي بيلفت النظر. نحن مؤخرا بالمراجعة تبع الفوتسي اللي أعلنوا عنها الأسبوع الماضي كان في ذكر لسهم جمجوم تحديدا، وهو ترقيته من مؤشر إلى آخر، يعني صار بالمؤشر العالمي أم مش بالمؤشر المتوسط، وهذا الشيء بيدعم ارتفاعات السهم، ولكن مش بهذه المرحلة لأنه بعد ما شفنا المستثمرين الأجانب أو صناديق الاستثمار، لأنه مراجعة بنص سبتمبر تصير تطبيقها. فكل هذه العمليات هلأ اللي عم تصير هي نوع من يعني تحوط من قبل المستثمرين بلجوء ل قطاعات منا تقليدية وممكن أن تكون مجدية. هذا يعني هذه النقطة التي كنت أود أن أطرح فيها التساؤل، هذه الارتفاعات على هذا القطاع هل هي نوع، يعني إذا ما صنفنا هذه الشركات ضمن أسهم دفاعية أم يعني أسهم من نوع آخر، أم هي فرص حقيقية توفرها هذه الأسهم، يعني خاصة أنه في بعضها يمكن تم إدراجه حديثا في السوق، وبالتالي نتحدث عن مكررات ربحية جاذبة أيضا وتقييمات جاذبة لهذه الأسهم. ماري، هلا محمد، نحن وقت بنحكي على قطاع الأدوية أو حتى قطاع الرعاية الصحية أو قطاع التأمين، هي هيدي قطاعات بالنسبة للمستثمر ما بدي أقول دفاعية، ولكن إنه فيها نمو دائم، يعني ما ممكن إنه الإنسان يستغنى عن هذه القطاعات في مكان محدد. فالنمو صحيح ممكن إنه يكون هادئ في فترة من الفترات، ولكن سرعان ما بنرجع بنشوف نمو كثير قوي، وهذا الشيء كان بارز بالنتائج تبع الربع الثاني وكان واضح بالنسبة للمستثمرين. كرمال هيك بنطلع إنه بنلاقي فترات من الهدوء على هذه القطاعات، بنرجع فجأة بنلاقي هذا
تسارع وحتى احجام التداول اذا بنطلع عليها بقطاع الادويه بالفتره الاخيره كان عم بيزيد يوم عن يوم بالتداولات، يعني كان في ارتكاز للمستثمرين بهذه القطاعات. هلا فيما يتعلق بالمكررات، نحن اتفقنا سابقا انه ما ناخذ دائما المكررات كمعيار، لانه المكررات دائما هي متحركه بالنسبه للمستثمر. وقت اللي بيكون في عندك انت قطاعات من هذا النوع ضمن السوق واسهمها معدوده، يعني بيقدر يحصر هذه التقييمات فيها فيما بينها، بتكون الاستثمارات مجدية أكثر. هلأ سهم أفالون بحكم أنه هو كان مدرج خلال هذا العام شوي يمكن من الصعب تقييمه بالمقارنة مع جمجوم أو الأدوية، حتى نسبته ضمن القطاع هي أقل، يعني عم نحكي لها تقريبا في 9% هي حصة أفالون بقطاع الأدوية، بالوقت اللي في عنا 41.48% للدوائية وجمجوم، يعني بعدنا بفترة تقييم لأفالون، وهذا الشيء طبيعي أنه يصير. التقلبات اللي بنشوف عليها هي بحكم انها هي جديده وحديثه ضمن السوق، ولكن الشركات الاخرى صار في عندك تراك ريكورد لهم وواضح انه المستثمرين عم يتفاعلوا بشكل ايجابي معه، وهي اللي عم تسجل ارتفاعات اكثر من افالون يعني بخلال الفتره الاخيره. ماري سالم المحلل الماليه في اشرف الاخبار، نشكرك دائما على هذه التقييمات وهذه التحليلات لاسواق الخليج. اليوم كنا نتحدث عن السوق السعودي معك من بيروت، شكرا جزيلا لك.